معارضته على الحكومة تطالبها بالكشف عن مصير 128 مليار دولار. تتهم المعارضة وزير المالية السابق بتبديد الأموال من خزينة الدولة خلال محاولته رفع قيمة الليرة التركية. كما قلنا منذ البداية، الأموال المفقودة خرجت من الأبواب الخلفية للبنك المركزي وتم تحويلها إلى ميزانية وزارة المالية التي كان يشغل منصبها صهر أردوغان. الحكومة التركية ترفض اتهامات المعارضة. وزير المالية الحالي يؤكد أنه لا توجد أي عمليات اختلاس من خزينة الدولة. يقول إن القضية مرتبطة بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية يقوم بها البنك المركزي. حزب العدالة والتنمية يتهم بدوره المعارضة بشن حملة تشويه ضده لأهداف سياسية. المعارضة تطرح هذه القضية لتغطية تواطؤها مع بيان الضباط المتقاعدين الذين انتقدوا الحكومة لعزمها حفر قناة اسطنبول. السجال يأتي في ظل أزمة تعصف بالسياسات المالية في تركيا. عدة تغييرات طالت رئيس البنك المركزي في غضون أشهر قليلة، سبقتها استقالة وزير المالية. لم تتمكن السياسات النقدية الجديدة بالرغم من كل المحاولات من خفض قيمة سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما جعل الحكومة عرضة لانتقادات واسعة من مختلف أحزاب المعارضة. اتهامات متبادلة إذن بين الحكومة ومناوئيها. تجاوز السجال حدود الخلافات بين الساسة ليصبح قضية رأي عام في الشارع أيضا، شارع انقسم هو الآخر بين مؤيد لرواية الحكومة ومخالف لها، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد. عدنان جان، العربي.